في إطار محاربة الجريمة عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغيليجان وحماية للأشخاص وممتلكاتهم، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي الأزرق من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السطو على المنازل والسرقة وترويع الساكنة متكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و40 سنة. هذه المجموعة قامت بالسطو على منزل مستغلة في ذلك ظرف الليل وتساقط الأمطار، أين قامت بسرقة كمية معتبرة من مادة العسل من أحد الفلاحين القاطنين بالبلدية بعد القيام بالتحقيق من طرف الفرقة المحلية وتنشيط عنصر الاستعلامات. تم التوصل إلى المشتبه فيهم وتوقيفهم مع استرجاع كمية معتبرة من العسل المسروق المقدرة ب 46 كيلوغرام، كمية منها وجدت بمنزل أحد أقرباء المشتبه فيه وكمية أخرى وجدت بإحدى الأحراش المتواجدة بالقرب من منزل مشتبه فيه آخر، كما تم استرجاع كمية أخرى تم بيعها من طرف المشتبه فيهم إلى تاجر ببلدية مجاورة. تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة. تم إرجاع كمية العسل المسترجعة إلى مالكها. يبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكاوى المسبقة في تي جي أم ديان وأندي زاد في خدمة المواطن 24 ساعة على 24 ساعة.